السلام عليكم، معكم ايوب نحيلي. ان شاء الله اليوم غادي نكملوا الشرح ديال ليكونومي مونيتاري فينونسيير اس 4 في هذا الفيديو رقم 8. غنشوفوا لا مونيشي لي مونيتاريزم. في الفيديو اللي قبل عاد البارح حطيناه اللي هو الفيديو رقم 7 لا مونيشي لي كينيزيان، حاولنا نزربوا اقرب وقت لحقاش ما بقاش الوقت لي زيكزا. الوغ عليه حطيت الكاميرا قدامي لحقاش هذا اخر فيديو ديال مدام اديوب باش ندخلوا ليكونومي فينونسيير. الوغ لا مونيشي لي مونيتاريزم، عندنا لو مونيتاريزم هنايا، شنو هي المونيتاريزم؟ الوغ لو مونيتاريزم اي ان كورون دو بونسي ايكونوميك سولون ليكيل لي غوفرنمون دواف مني اون بوليتيك مونيتير ستريكت دون لو بيت دو ليميتي لا كونتيتي دو لا موني اون سيركولاسيون. سيتادير هادي واحد المدرسه فكريه اقتصاديه اللي كتقول الحكومات باش انهم يتبعوا واحد السياسه نقديه، يعني لا بوليتيك مونيتير، باش انه يليميتيو لنا لا كونتيتي ديال لا موني اون سيركولاسيون، باش يليميتيو باش يديروا لنا لا ليميت الكميه ديال الفلوس اللي كتدور في ليكونومي. الوغ لا ريفليكسيون دو سو تيم اي اونسيان باغ جون بودان، دافيد هيوم، ايرفين فيشر، يعني بانه هذه القضيه راه قديمه ديجا تداولوا فيها جون بودان ودافيد هيوم اللي هما من لي بري كلاسيك وايرفين فيشر اللي هو من لي كلاسيك. مي لو رينوفاتور دو سو كورون اي سون كونتيست ليكونوميست ميلتون فريدمان شيف دو فيل دو ليكول دي شيكاغو. الوغ شكون اللي جدد لنا هذا التيار الفكري؟ هو ميلتون فريدمان اللي جانا في القرن او اللي جانا في الخمسينات ديال القرن الماضي. Milton Friedman qui a contribué à réhabiliter et à relancer la théorie quantitative de la monnaie contre le paradigme dominant de l'époque, le keynésianisme. C'est-à-dire que Milton Friedman est celui qui a ramené ce théor à redou jdid dans les 50 ans du siècle passé, لحقاش ديك الساعه كان منتشر او حاكمها اللي كان حاكم الساحه ديك الساعه هما لي كينيزيان. لحقاش لي كينيزيان كانوا حطموا القضيه ديال ايرفين فيشر او لي كلاسيك كامله، كانوا حطموهم في 1929، ولكن فريدمان جا في الخمسينات القرن الماضي وعاود جدد لنا هاد لي تيوري كونتيتاتيف دو لا موني. انسي لا بوليتيك مونيتير اي ريباري سير لو ديفون دو لا سين بور فيغوري دوبوي كيلكو زاني بارمي لي انسترومون ايسونسييل دو لا بوليتيك ايكونوميك. الوغ فريدمان اي كينز هما من المؤثرين الاقتصاديين في القرن العشرين، يعني بجوج هما كيتعتبروا، ولكن يعني كينز قبل منه شاد المرتبه الاولى وفريدمان موراه، يعني مهمين في هذا القرن ومهمين في الساحه الاقتصاديه كامله ككل. سولون لا تيوري مونيتاريزم، لا تيوري مونيتاريزم بانه لوفر دو لا موني اكزوجين لحقاش ديتيرميني باغ لا بونك سونترال، لا دوموند دو موني اي ستابل بالنسبه للمونيتاريزم، لانفلاسيون اي بارتو اي توجور ان فينومين مونيتير، لي زاجون فون لي زونتيسيباسيون ادابتاتيف كي ديمينيو ا لون تيرم ليفي دو بوليتيك كونجونكتيرول، اي ال اكزيست ان تو دو شوماج ناتشوريل ان ديسو دو كيل ليكونومي نو بو با ديسوندر دورابلومون. الوغ هادشي اللي غادي نشوفو ان شاء الله في هاد لا فيديو، لا كورب دو فيليبس اللي جا في 1960 واللي هضرو عليه تاني مونيتاريزم كذلك، وهادشي كاين واحد الفيديو في انستغرام دخلوا تشوفوه ديال لا كورب دو فيليبس. حاولوا انكم تشوفوا داكشي اللي كاين في الانستغرام لحقاش مهم لكم بزاف. وتاني مونيتاريزم راه ديجا هضرنا عليها وديجا حاطين عليها تعاريف، وبزاف لا بغيتو تضخموا او تكبروا المعرفه ديالكم. وكنشكر كاع الناس اللي كيبارطاجيو وكيتفاعلوا وكيشجعونا سواء في انستغرام ولا في يوتيوب ولا فيسبوك، شكرا لكم بزاف. وانت الا كنتي مازال ما ابونيتي في لاشين يوتيوب ولا انستغرام، دخل تابونا وبارطاجي مع صحابك باش نوصل اكبر عدد ديال الناس. الوغ ندوزو نيشان الكور، نشرحوا الكور ديال مدام اديوبا، ويكون هذا اخر فيديو في الكور ديال مدام اديوبا باش ندوزو ليكونومي فينونسيير. المهم غادي نكملوا نشوفوا لا دوموند لا مونيشي لي مونيتاريست. فوالا الوغ لا دوموند لا مونيشي لي مونيتاريست، ديجا هضرنا عطينا تعريف ديال لي مونيتاريست وقلنا بانه هي واحد المدرسه جات في الخمسينات ديال القرن الماضي من خلال واحد الشخص اللي سميتو فريدمان، اللي كي اللي دعا باش انه تكون الصرامه من خلال التداول ديال لا ماس مونيتار. الوغ Selon Friedman, la demande de monnaie dépend de trois variables. Alors, pour Friedman, la demande de monnaie dépend de trois variables. Alors, première variable, le revenu permanent. قبل ما نهضر معاكم باش نشرح لكم شنو هو le revenu permanent. Mais quand on dit le revenu permanent, c'est-à-dire
سي لو روفوني الدخل ديالي يعني ديال الماضي والدخل ديالي الحالي والدخل ديالي يعني ديال المستقبل. يعني هذا هو الدخل، هذا هو لو روفوني بيرمانون، يعني هو داك الدخل اللي كان عندي شحال هادي مع داك الدخل اللي عندي دابا مع الدخل اللي غادي يكون عندي في المستقبل. الوغ الفاريابل بروميير فاريابل بالنسبه لا دوموند لا موني شي لي مونيتاريز او فريدمان كي تعتبر لو روفوني بيرمانون سي ان فاريابل دوموند دو موني. La demande de monnaie est une fonction croissante des revenus permanents, c'est-à-dire que la demande de la monnaie, qu'on met dans la demande de la monnaie qui z le revenu permanent, alors c'est une fonction croissante ou l'axe ou bilaxe. Alors, déjà, on a dit que c'est une fonction croissante. Alors, le rendement des actifs financiers mesuré par le taux d'intérêt. Mais tiens, le rendement des actifs financiers. Mais quand on les actifs financiers, on a les titres, etc. Le rendement, il y a des choses qui sont les actifs financiers, parce qu'on les mesure par les taux d'intérêt. Si le taux d'intérêt est élevé, et lequel le taux d'intérêt est élevé, les agents préfèrent, ou la deuxième variable, ou le motif de spéculation, ou le motif, le motif de spéculation. Alors, si le taux d'intérêt élevé, il y a une étape de les agents préfèrent détenir les titres. Il y a une étape de les titres d'ailleurs. Il y a un taux d'intérêt talé de zaf, c'est-à-dire qu'il faut maintenant chez les Keynésiens, il y a un taux d'intérêt talé, alors le cours ou le prix des titres, tu habat, tu connais habat de zaf, il y a qui habat qui connaît de zaf. Alors, un ailleurs, il y a des les titres d'ailleurs, un aïe, mais un biais, je me ressara, femme-t-il, il y a les agents économiques qui font de l'eau, mais il y a les titres d'ailleurs, plutôt que la monnaie, ou même chez Chibi, ou le ressara. C'est le motif de spéculation. Voilà. On continue. Troisième variable. Alors, troisième variable, le niveau général des prêts. Plus les prêts augmentent, yani qu'on met zado les prêts, plus les agents ont tendance à se départir de leurs encaisses monétaires pour acheter des biens et services. Alors, qu'on met zado les prêts, qu'on met zado le chef ou l'asar, qu'on met les agents économiques qui mchi ou d'ak les encaisses monétaires, d'ak chefin qui chabbe ou le stylum, d'ak les déchards d'yalum qui zoom nom qui ouze les biens et services. Qu'on met kach ou le tsewer de m'dak chili kinti, kach consomme. Alors, l'apport des monétaristes s'articule autour de trois grands idées. Alors, monétariste, qu'est-ce que trois grands idées. Sur le plan théorique, la monnaie a pour substituer l'ensemble des actifs constituant la richesse d'un agent économique. Alors, la première idée, c'est la monnaie a pour substituer les monnaies de loi, la monnaie monkine, l'ensemble des actifs, mais l'ensemble des actifs constituant la richesse, avec la richesse de l'agent économique, yani de l'agent économique. La demande de monnaie est une fonction de la richesse, alors la demande de la monnaie est une fonction de la richesse totale d'un agent économique, c'est-à-dire à son patrimoine. Patrimoine. Alors, il y a une moutalakat dialo. La demande de la monnaie هي متعلقة بلا richesse totale. يعني la richesse totale ديال داك l'agent. يعني داك الممتلكات ديال داك l'agent économique. Enfin, وهادشي غادي نشوفو كامل. Enfin, le rôle de la monnaie dans l'activité économique. ونشوفو le rôle ديال la monnaie في l'activité économique. Alors, غادي نشوفو la monnaie a pour substitut l'ensemble des actifs constituant la richesse. La demande de la monnaie est une fonction de richesse totale. On va dire le rôle de la monnaie dans les activités ou l'activité économique. Les substituts de la monnaie. Alors, l'analyse des monétaristes part de l'hypothèse que la monnaie n'a pas pour substituer les seuls titres financiers à revenus fixes, mais l'ensemble des actifs qui constituent la richesse d'un agent économique. Il s'agit des actifs monétaires, des actifs financiers, il y a les actifs monétaires à la baignée, les actifs financiers, on a les actions à haut, les obligations, et les actifs non financiers, c'est les biens réels ou capital humain. Alors, je ne sais pas si on a fait le cas de la substitut de la monnaie, qui... Alors, les monétaristes, في التحليل ديالهم كيفترضوا بأنه المال ماشي n'a pas pour substituer les seuls titres financiers. يعني ما كنبدلوش المال غير بلي تيتر فينونسيير ذات الدخل المحدود يعني ذات revenu fixe. Mais ممكن نبدلوها مع l'ensemble des actifs qui constituent la richesse d'un agent économique. يعني الممتلكات ديال ذاك l'agent économique شنو هاد les actifs يعني les patrimoines ديال l'agent économique ممكن يكونوا
اكتيف مونيتير ممكن يكونوا اكتيف فينونسيير ممكن يكونوا اكتيف نون فينونسيير وغادي نشوفوا هذه القضيه هذه الوغ لاربيتراج اونتر لي ديفيرونت فورم سو في سولون سيرتان نومبر دو بارامتر الوغ هذا لاربيتراج تحكم ما بين هاد لي ديفيرون فورم كيكون من خلال واحد العدد ديال لي بارامتر شكون هما نشوفوهم الوغ لو كو دو ديتونسيون دي زونكيس مونيتير le rendement des actifs non financiers, le rendement des actifs financiers, l'évolution des paramètres de l'activité économique, il y a des paramètres, je compte, il y a des paramètres, les prêts, les salaires, excédents prêts d'exploitation, et le goût et l'ego et les préférences des individus, variables. Alors, les actifs monétaires. هاد لي زاكتيف مونيتير عندهم واحد لي زافونتاج شنو هما الوغ مي تنقول واحد لي زاكتيف مونيتير الوغ مي كنقول واحد لي زاكتيف مونيتير شنو هما لي زاكتيف مونيتير اللي عرفنا لي زاكتيف مونيتير هما لي ديبو افي ترانسفورمابل بي اي لي بيس هادو لي زاكتيف مونيتير شنو هما لي زافونتاج ديالهم لا ليكيديتي بارفيت يعني مي كتبغيهم كتلقاهم لانتيغي ديالهم بان لانتيغي فيرسي سور سور تان ديبو افي الوغ ابريسياسيون دو سون بوفوار داشا en cas de baisse des prix يعني الا 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 نقصوا الاثمنه راه كتستافد انت كتكون رابح الا الا نقصوا الاثمنه ولكن العكس الا تزادوا الاثمنه يعني كيفقدوا البوفوار داشا ديالهم ولكن هنا كيربحوا البوفوار داشا ديالهم سونتيمون دي سيكوريتي اي دو بويسونس ملي كتكون الفلوس في جيبك حنيني كتحس بالراحه والطمانينه والثقه وما كتبقى تحاشي حتى شي قمقم ولكن ملي كتكون ناقصك الفلوس اسيدي كتشوف الازمه كيولي الحس الكابا كيولي فيه بزاف ديال الامور كيف ما كنشوفوا حاليا الله يسمح لنا مع هاد كورونا هادي اللي واقع دابا اغلبيه ازمات عليهم كي كنشوفوا الناس الله يحسن لهم العوان مي كتكون في جيبك كتولي عندك الثقه الفلوس كتكون في جيبك كتولي عندك الثقه السلطه كتولي تايق في راسك في اي امور بغيتي ديرها والعكس الوغ نشوفوا لي زانكونفينيون ديالهم يعني Dépréciation de son pouvoir d'achat en cas de hausse de prix, d'accélération, il a qu'un la baisse des prix, un le pouvoir d'achat, ou la hausse des prix, le pouvoir d'achat, les inconvénients d'IELHA, il y a un manque à gagner des faits que la monnaie n'a pas été placée dans un actif à terme ou non financier. Maintenant, الفلوس ملي كتبقى عندك راك انت ما كتولد لك والو فهمتيني ما كتولد لك والو يعني بقات عندك راه ما كتولد لك والو عكس لي زاكتيف نون فينونسيير او لي زاكتيف اتير يعني مونك الوغ نكملو لي زاكتيف فينونسيير الوغ مي كنقول لي زاكتيف فينونسيير قبل باش الوغ مي كنقول لي زاكتيف فينونسيير قبل بغيت نقول لكم بانه راه ديجا هادشي حاطو في الانستغرام غتلقاو لي باتريمون د ان اجون ايكونوميك كيفاش شنو هما لي زاكتيف فينونسيير لي زاكتيف نون فينونسيير بزاف ديال الامور كاينين في انستغرام راني حاطهم ادخلوا الانستغرام باش الا بغيتو تزيدوا تطوروا المعرفه ديالكم وتفهموا بزاف د الحوايج انستغرام راه غينفعكم بزاف دخلوا شوفوا لي فيديو شوفوا لي ديفينيسيون ديال بزاف ديال واحد لا كولتور جينيرال ايكونوميك كاينه تمايا دخل استفد مع راسك وبارطاجي مع اصحابكم الوغ لي زاكتيف فينونسيير لو روندومون يعني الربح ديالها هاد لي زاكتيف فينونسيير فلو perpétuel de revenus obligation flux de revenus se forme d'une part de profit alors michel goul les actifs financiers on a l'actif financier soit obligation soit action mais quand on goul obligation il y en a un à kenslef dik sharika yani kenslef wahed sharika ma kayhmnich annani hadik sharika tربح ولا تخسر انا غادي نرد فلوسي وغادي نرد لي زانتيغي ديالي يعني يمكن نقول obligation flux de revenus يعني سمينا فلي بيربيتويل دو ريفوني هنا فلي دو ريفوني سو فورم دون بار دو بروفي هنا ملي تنقول اكسيون انا كنربح لو بروفي يعني واحد البينيفيس ديفيدوند الوغ حنا ملي كنربحو من ديك الشركه عندي واحد لابار ديالي تمايا ولكن لي زاكسيون فيها مشكل الا خسرت الشركه انا خاسر الوغ لي روندومون هو انه كاين واحد لي زوبليغاسيون كاين واحد ديزانتيغ واحد الغوفوني واحد الدخل من لي زوبليغاسيون كاين واحد الدخل من لي زاكسيون نشوفو لي زانكونفينيون ديالهم لي زانكونفينيون ديالهم لوبليغاسيون اي موان ليكيد كو لا موني
اوتوماتيكمون لي زوبليغاسيون تاع لا بغيتي تحتاجي الفلوس ديك الساعه راه ما يمكنلكش تبيعهم ديك الساعه الوغ راه موان ليكيد كيحتاجوا شويه ديال الوقت باش انهم يتحولوا سو فورم مونيتير اي il y a un risque lié à l'activité productive de l'entreprise فوالا وكاين واحد العلاقه او كاين واحد الريسك شنو هو لو ريسك باللغه العربيه مش هاد ليا كاين واحد الخساره لو ريسك مرتبط بالاكتيفيتي ايكونوميك ديال لونتربريز ممكن لاكتيفيتي ايكونوميك ديال لونتربريز تنزل ممكن تطلع يعني هاد الريسك اللي كاين ديال لاكتيفيتي ايكونوميك ديال لونتربريز راه كيتسمى ريسك وكتاب بالنسبه لي زوبليغاسيون الوغ نمشيو نكملوا لي زاكتيف نون فينونسيير لي زاكتيف نون فينونسيير لي زافونتاج ديالهم الوغ ملي كنقولوا لي زاكتيف نون فينونسيير هما لي زاكتيف ريال لي بيان ريال روندومون لي ا لا فالور دي بيان بلاسمون دون ان تيران باغ اكزومبل استثمرتي في واحد شريتي واحد تيغان دابا الا شريتي نتا واحد الارضيه راه مع المده راه كتزاد راه تبارك الله الوغ لو روندومون لي ا لا فالور دي بيان هذاك الربح مرتبط بالقيمه ديال داك البيان اللي شريتي كما قال لك بلاسمون دو ان تيغان مثلا عندك كابيتال هومان لو كابيتال هومان لانفيستيسمون دون لا فورماسيون اي لوتود الوغ كدير لانفيستيسمون فدوك لو كابيتال هومان دون لانفورماسيون اي لوتود ديالهم كيعطيك واحد الكابيتال هومان لي زافونتاج بانه الا كان عندك الكابيتال هومان راه تبارك الله يعني كابيتال هومان راه شي حاجه اللي كتعتبر راس المال وشي حاجه اللي زايده للشركه بزاف الوغ لي زاكونفينيو ديال هاد لي بيان لي زاكتيف نو فينونسيير ديبريسياسيون دو لا فالور دي بيان ممكن تنقص لا فالور ديال لي بيان لو شوماج كذلك لو شوماج با دو par revenu procuré par formation revenu procuré par l'embauche كذلك كي كيكونش يعني عاد يعني الدخل يعني التوظيف البادو غوفوني كينقص الدخل مرتبط بعدم التوظيف وكذلك لي شوماج المهم هادو دي زانكونفينيو ديال لي بيان غير او لي زاكتيف نون فينونسيير نمشيو لثاني حاجه اللي هي ثاني ايدي غران ايدي اللي قال لك مرتبطه بالمونيتاريست هي لا دوموند دو موني اي اون فونكسيون دو لا ريشيس مي تنقول لا دوموند لا موني سي اون فونكسيون دو لا ريشيس لا دوموند دو موني اي اون فونكسيون دو لا ريشيس يعني لا دوموند لا موني متعلقه بلا ريشيس يعني لا دوموند لا موني كتاثر على لا ريشيس ولا ريشيس كتاثر على لا دوموند لا موني لاناليز امبيريك مي كنقول لاناليز امبيريك هي واحد بحال تنقول التحليل التجريبي معتمد على التجربه وعلى الملاحظه ما كيعتمدش على يعني هاد لا دوموند لا موني ما كتعتمدش على دي ميثود سيونتيفيك يعني لا باز الحساب الوغ لاناليز امبيريك مونتر كو لا دوموند اون موني اي دافونتاج لي ا لا ريشيس دو سي ديتونتور كا لور ريفوني لو دو فاريابل سون لي غراس ا ان نوفو كونسيبت لو ريفوني بيرمانون ديجا قلت لكم لو ريفوني بيرمانون هو واحد لو ريفوني لي كي ايغال لو ريفوني بيرمانون ايغال لو ريفوني باسي يعني ديال الباسي لو ريفوني كورون لو ريفوني كورون هو لو ريفوني ديال دابا بلس لو ريفوني فيتور هذا هو لو ريفوني بيرمانون ولكن نشرحوا شنو هاد الاناليز امبيريك شنو قالت لنا هاد يعني من خلال التجربه التحليل التجريبي كيبان لنا بانه لا دوموند لا موني يعني الطلب على الفلوس مرتبط اكثر بالثروه ديال يعني بالثروه ديال الاصحاب ديالها ديال هذوك دي دونتور اللي عندهم ديك الثروه اكثر ما مرتبط بالدخل ديالهم يعني مرتبط بالثروه ديالهم اكثر ما مرتبط بداك الدخل ديالهم لي دو فاريابل لي دو فاريابل سون لي غراس ا ان نوفو كونسيبت لو ريفوني بيرمانون هما كاع عطاونا كاع لو ريفوني بيرمانون هو داك لا ريشيس ديالك لي يعني الدخل القديم مع الدخل الجديد مع الدخل الفيتور لو ريفوني بيرمانون اي ديفيني ها هما قال لك لو ريفوني بيرمانون اي ديفيني كوم لو ريفوني ريزونابل بري فيزيبل دون لي اجون ايكونوميك اسبير ديسپوزي او كور دين بيريود اون براتيك لو ريفوني بيرمانون اي ابروشي بار لا مويان بونديري دو ريفوني كورون دو ريفوني كورون باسي دوران اون بيريود دي terminé. Alors, je n'en brave que ce donnait. Alors, le revenu permanent est défini. Ah, ouais, attends, on a, t'arrives dire. Le revenu permanent est défini comme le revenu raisonnable, prévisible, dont les agents économiques espèrent disposer au cours d'une période.
En pratique, le revenu permanent est approché par la moyenne pondérée des revenus courants passés durant une période déterminée. Alors, je vais vous expliquer ce le revenu permanent. هو داك الدخل اللي كنكونوا حنا متوقعينو اننا غادي ندخلوه من خلال واحد الفتره على حساب واحد يعني قال لك اسبيرون ديسبوزي او كور دي بيريود من خلال واحد الفتره يعني لو غوفوني بيرمانون هو واحد الدخل اللي هو متوقع ريزونابل بريفيزيبل متوقع ديال لاجون ايكونوميك من خلال واحد الفتره يعني كنتوقعوا حنا من خلال ديك واحد البيريود يعني كنتوقعوا اننا غادي نحصلوا عليه في داك واحد الفتره لو غوفوني بيرمانون قال لك لو غوفوني بيرمانون ديفيني كوم لو غوفوني ريزونابل واحد لو غوفوني ريزونابل دي بريفيزيبل يعني متوقع اننا نحصلوا عليه متوقع اننا نحصلوا عليه الو لو غوفوني بيرمانون هو واحد لو غوفوني واحد الدخل اللي متوقع اننا نحصلوا عليه على مدى واحد الفتره يعني على واحد البيريود حنا متوقعين بان غادي نكونوا كنحصلوا على داك الغوفوني وقال لك سيدي من خلال يعني الممارسه العمليه يمكن لينا نقربوا تقريب ديال الدخل لو غوفوني بيرمانون بداك هو داك المتوسط المرجح للدخل اللي كان عندنا باسي كورون غوفوني كورون باسي دورون اون بيريود ديتيرميني يعني لو غوفوني كورون الحالي مع لو باسي دورون اون بيريود ديتيرميني من خلال واحد الفتره محدده هنا ما ذكرناش الفيتشر ولكن انا كنت قريتها شي حاجه كنت قريتها بانه لو غوفوني بيرمانون هو الغوفوني ديال الماضي مع لو غوفوني باسي اي كورون اي فيتور الا عندك شي فكره على هذه القضيه حطها لنا لتحت في لي كومونتير ما تنساش ضروري ومؤكد الوغ نكملوا نشوفوا ثوازيام فاريابل لا موني اكتيفيتي ايكونوميك شي لي مونيتاريست الوغ La version de la première génération, alors maintenant, la première génération. Maintenant, la première génération, automatiquement, on a deuxième génération à autre génération. Alors, la version de la première génération des monétaristes stipule que la monnaie est active à court terme et neutre à long terme. Voilà. Alors, la version des monétaristes, première génération des monétaristes, qui est la monnaie est active à court terme, à court terme, ou neutre à long terme. Yani neutre à long terme. Et là, il y a deux choses. Je crois que la monnaie est active. Je crois que la monnaie est neutre. La monnaie est neutre qui est la classique. Active, il y a qui est la 15. Alors, la monnaie est neutre. مش نقول لا موني اي نوتر يعني بالنسبه لك يعني لي مونيتاريست يقول لك لا موني اي نوتر ا لون تيرم هنا دخلنا القضيه ديال البيريود في لي كلاسيك ما شفناش لي بيريود دابا هنا شفنا الكور تيرم و ا لون تيرم الوغ نكملوا اون اوغمونطاسيون دو لا ماس مونيتير فا اوغمونطاسيون دو لا ماس مونيتير فا سو ترادوي بار اون اوغمونطاسيون دي بري قال لك هنا لاغمونطاسيون ديال لا ماس مونيتير يعني عندنا كل ما تزادت لا ماس مونيتير غادي يعطينا اوتوماتيكمون واحد لوغمونطاسيون دي بري سي اوغمونطاسيون ا بور كونسيكونس لا ستيمولاسيون دي انفستيسمون كي دون ليو اون اوغمونطاسيون دو لا برودكسيون كي كري دو لومبلوا الوغ سي اوغمونطاسيون ا بور كونسيكونس لا ستيمولاسيون دي انفستيسمون كي دون ليو اون اوغمونطاسيون دو لا برودكسيون كي كري de l'emploi et fait baisser le chômage. Donc la monnaie est active à court terme et elle a un effet de go. Yani, l'effet de go. Go est anglais. Alors, comme le bâtard cherche à nous donner l'effet de go. Alors, yani, l'augmentation de la masse monétaire, qui est l'augmentation des prix, ou cette ziyada a dit que dina la tahfiz, ana nhafzu l'istithmarat, lahqash ila tzadu li prix. الشركات يعني غادي يحاولوا انهم كيتزادوا لي بري راه حتى هما كيربحوا شويه انهم يتحفزوا باش يديروا الاستثمارات اللي كيؤدي الى زياده الانتاج باش انه الا زاد الاستثمارات الشركات كيعطينا زياده الانتاج اللي كيخلق لنا واحد الفرصه ديال العمل وكنقللوا من البطاله شي حاجه اللي معقوله الوغ قال لك لهذا على هذا الشيء قال لك بانه لا موني اي اكتيف اكورتير عليها نشيطه ناشطه لا موني راه تزاد لنا لا ماس مونتير عطاتنا لوغمونطاسيون دو بري اكورتير وهاد لوغمونطاسيون دو بري اللي شجع لنا او حفز لنا لانفستيسمون ولانفستيسمون عطانا الانتاج لوغمونطاسيون ديال الانتاج وهاد لوغمونطاسيون ديال الانتاج خلق لنا فرص ديال العمل وهاد خلق لنا فرص العمل عطانا لو بيس دو شوماج شي حاجه اللي معقوله الوغ دونك لا موني اي اكتيف على هذا الشيء لا موني اكتيف اكورتير
يعني على المدى القصير، كنهضروا على المدى القصير عقل عليها، الى ان ليفي دو غو عندها هاد لا موني اكتيف اكورتيم، عندها واحد ليفي دو غو، واحد التاثير ديال لا غولونس ديال يلا غو، كتقول شي واحد غو زيد، يعني كتحرك من اكتيف غو. ايش شوف انت شي ديسك قديم هذا خرج ليا مجنون. الوغ فهمتوا لي سالير، الوغ لي سالاري ديكوفر، alors les salariés découvrent l'inflation exprime des revendications salariales qui entraînent une augmentation des salaires qui représente des coûts pour les entreprises. Donc arrêt des investissements, cela va se traduire par une augmentation du chômage, c'est-à-dire qu'il y a une annulation de l'effet bénéfique qu'a exercé la monnaie à court terme sur l'économie. Donc la monnaie est neutre à long terme. L'eau, je n'ai pas l'âge la monnaie est active à court terme. Moi, je n'ai pas d'abord à des chevaux à l'âge la monnaie est neutre à long terme. Quelle est cette idée? Les salariés découvrent l'inflation. Il y a des salariés à deux connaissent les qui redemont découvrent qui cherchent fondé l'inflation qui ou lui a fondé bien n'a aucun tchat chrome ou à mi-quai goulle à court terme qui goulle que la masse monétaire traduit une augmentation de une augmentation des prix. اكورتير ولكن ملي كتزيد على المدى الطويل هاد لي سالاري الخدامه كيعرفوا بانه راه تزادوا الاثمنه تيقول اه راه تزادوا الاثمنه يعني عندنا التضخم ملي كيعرف بانه كاين تضخم كيبقى يعبر عن المطالب ديال الزياده في الاجور يعني كيبغي باش انه يزيد في الاجور لحقاش كاين تضخم ما بقاش قادر على المعيشه على يعني كيكتشف حتى شي واحد الوقت عاد كيكتشف بانه كان تضخم الوغ كيولي طالب بالزياده ديال الاجور ملي كيولي طالب بزياده الاجور اذا التكاليف ديال لهذا كنلغاو داك لي في كيتلغى لنا داك لي في دو بينيفيك انولاسيون دو في دو بينيفيك داك التاثير ديال الربح اللي كان عندنا في الاول داك التاثير ديال الربح اللي كان عندنا في الاول وكيأثر لنا يعني على الاقتصاد راه ضروري يأثر لنا اكوغ تيغ سير ليكونومي داك التاثير اللي كان عندنا في الاول ديال لي بينيفيك لي في بينيفيك التاثير ديال الربح اللي كان عندنا في الاول exercer la monnaie à court terme sur l'économie donc la monnaie est neutre à long terme et c'est ce qui est dit que la monnaie est une monnaie mouhaïda à la mada à tawil d'abord nous savons pourquoi active à court terme ou neutre à long terme neutre à long terme c'est les salariés qui cherchent pour le pouvoir de l'économie qui voulait au moins savoir nous avons la deuxième version de la deuxième génération alors nous avons la deuxième la première version de la première génération d'abord à des chevaux deuxième génération stipule que la monnaie est neutre même à long terme deuxième génération la monnaie est neutre même à long terme la monnaie mais et non stipule que la monnaie est neutre même à long terme les théoriciens des anticipations rationnelles les théoriciens des anticipations rationnelles je connais les anticipations rationnelles اكيد اللي هضرنا على لا راسيوناليتي هما نيو كلاسيك الوغ لي نيو مونيتاريست هما اللي قالوا لنا لي زونتيبيسيون راسيونيل راه هضرنا هاد اونتيسيباسيون راسيونيل هضرنا عليها في الانستغرام تلقاو الديفينيسيون ديالها وداك الشيء مشروح الوغ لي نيو مونيتاريست سوتيان لا كاباسيتي دي زاجون ايكونوميك ا بريفوار لي كونسيكونس دو تو ديسيزيون اون ماتيير دو بوليتيك ايكونوميك انسي كون اون ديسيد de prévoir une hausse de la monnaie en circulation, les agents économiques anticipent non seulement l'augmentation des prix, mais aussi la perte des pouvoirs d'achat des salaires. Ainsi, ils demandent immédiatement l'augmentation des salaires. Le fait stimulant qu'aurait exercé la hausse des prix sur la production n'aura pas lieu, donc la monnaie est neutre même à court terme. Neutre à court terme ou à ce qui va essayer de nous dire que la monnaie sera neutre à court terme يعني deuxième génération on va en parler بعدا القضيه اول حاجه قال لك بانه لا موني neutre à long terme تيتفقوا فيها بجوج يعني لا موني est neutre يعني à long terme كيتفقوا عليها la première génération ou deuxième génération alors من المنظور ديال التوقعات المنطقيه بانه هذا les théoriciens des anticipations rationnelles had les néo-monétaristes qui d'amour had le coudre yani had les néo-monétaristes yani mkango néo-monétaristes yani chez génération jdida soutient la capacité des agents économiques qui t'occupe بانه لي زاجون ايكونوميك يقدروا يتنبؤوا لنا بلا
بالقرارات ديال لا بوليتيك مونيتير. كتمشي ليا الميكرو كيمشي وكنساه. المهم هاد لينيو مونيتاريست شنو قال لك؟ هادو خدموا نوزغ، قال لك بانه هاد لي زاجون ايكونوميك كيدعموا بانه لي زاجون ايكونوميك ممكن انهم يتوقعوا القرارات ديال لا بوليتيك ايكونوميك، يعني هاد السياسه ديال لا بوليتيك ايكونوميك، هذاك توت لي ديسيزيون هاي toute décision en matière de politique économique ممكن انهم هاد لي زاجون ايكونوميك يتوقعوها، كيتنبؤوا بهذيك القرارات. من كيتنبأ انت كتنبأ بواحد القرار بانه غادي يوقع. انسي كون ديسيد دي بوفوار اون هوس ديسيد دي بريفوار عفوا بريفوار اون هوس دو لا ماس مونيتير une hausse de la monnaie en circulation, les agents économiques anticipent non seulement l'augmentation des prix, mais la perte de pouvoir d'achat. Alors, en tant qu'agent économique, كتوقع وكتنبا بانه غادي يكون واحد القرار ديال لا بوليتيك ايكونوميك، كتقول الا كان عندنا واحد لوغمونطاسيون دو لا ماس مونيتير اوتوماتيكمون غادي يكون عندنا لا هوس ديال لي بري. الوغ ملي كيكون عندنا لا هوس دي بري شنو كتفقد المال، كتفقد القدره الشرائيه ديال هذيك الصالير، كيفقد القدره الشراء ديالو. الوغ كتوقع بانه غادي تفقد القدره الشرائيه ديالك، يعني الناس راه ولاو عقلانيين، ما حدنا كنزيدو وحنا كنعرفوا بزاف ديال الامور. الوغ ملي كتوقع بانه لا بيغ ديال لي بوفوار داشا ديال السالير ديالك انسي ايل دوموند ايميدياتمون اوغمونطاسيون دي سالير، ديك الساعه كتقول لهم زيدوا لنا في السالير قبل ما يديروا لنا داك القرار، قبل ما يديروا لنا داك القرار. يعني هنا داك القضيه ديال اكوغتيغ ما بقاتش خدامه، يعني حنايا كنزيدوا في لاماس مونيتير وكتزيد لنا لي بري ولي زاجون ايكونوميك ما كيكونوش عارفين، ما لي ميناج لي سالاري ما كيكونوش عارفين ديك القيطه وتنتسناهم حتى يعرفوا، كنكونوا ربحنا حنايا في واحد الفتره ديال المدى القصير ربحنا. ولكن دابا هما ولاو كيتوقعوا لنا ديك القضيه ديال انه لوغمونطاسيون ديال لاماس مونيتير غادي تكون، كيتوقعوا لنا اصلا القرارات ديال لا بوليتيك ايكونوميك. الوغ كيعرفوا لنا لا ماس مونيتير غادي تعطينا لوغمونطاسيون ديال لوغمونطاسيون ديال لا ماس مونيتير غادي تعطينا لوغمونطاسيون دي بري، ولا عطانا لوغمونطاسيون دو بري يكون عندنا لا بيغ دي بوفوار داشا. الوغ غير تبغي انت دير داك القرار ديال لوغمونطاسيون ديال لا ماس مونيتير تيقول لك وزيدنا حتى في الصالير لحقاش غادي نفقدوا لو بوفوار داشا، ديك الساعه تيقول لك الوغ هذاك لي في سيميلتونون كوغي اكزيرسي لا هوس دي بري الا سور لا برودكسيون، ديك لا هوس دي بري اللي عطاتنا لوغمونطاسيون ديال لا برودكسيون ما كايناش هنايا. لهذا قال لك دونك لا موني اي نوتر ميم اكورتير، لحقاش ما استفدنا منها والو، راه محايده اكورتيم. الوغ عندنا جوج ديال لي جينيراسيون، بروميير جينيراسيون قالت لك بانه لا موني اي اكتيف اكورتيم، علاش؟ لحقاش لوغمونطاسيون ديال لا ماس مونيتير كتعطينا لوغمونطاسيون دي بري، ولا عطاتنا لوغمونطاسيون دي بري كيتشجعوا لي زاجون ايكونوميك انهم يديروا لي زانفيستيسمون، ولا دارت لي زانفيستيسمون كيتعطينا اوغمونطاسيون دو لا برودكسيون، ولا عطانا اوغمونطاسيون ديال لا برودكسيون غادي يكونوا عندنا فرص العمل، غادي تزاد الفرص ديال العمل، يعني غادي نقصوا من الشوماج. نهار غادي يعاقوا بها هاد لي زاجون ايكونوميك بانه كاين واحد لوغمونطاسيون ديال لي بري وعندهم واحد البيغ ديال البوفوار داشا، غادي يطالبوا باش يزيدوا في الصالير، ومين غادي يجي يطالبوا يزيدوا في الصالير غنكونوا حنا ربحنا بعدا، يعني الونتيغ غادي يطالبوا هذا غادي يرجعوا للحاله ديالنا، من غادي نزيدوا حنا في الصالير للشركات غادي يزيدوا في الصالير او الشركات ولا الى اخره، اي وحدين لي زاجون ايكونوميك كاملين غادي يزيدوا في الصالير ديال الخدامه ديالهم اوتوماتيكمون، غادي يحبسوا لي زانفيستيسمون، غادي يحبسوا لي زانفيستيسمون، ولا تحبس لي زانفيستيسمون غادي ينقص لا برودكسيون، ينقص لا برودكسيون غادي تنقص فرص العمل في الشغل، وغادي تزاد لنا الشوماج. اذا لا موني اي نوتر ا لونتيغ اي اكتيف، هذا بالنسبه تيقولوها لا بروميير جينيراسيون، راه ماشي انا اللي كنقولها. الوغ هنا جاو هاد لي زونتيباسيون راسيونيل، هادو اللي كيفكروا بعقلانيه اللي سميناهم لي نيو مونيتاريست او دوزيام جينيراسيون، قال لهم الشريف انت اللي كترقع هاد الشيء راه كان واقيلا عندكم نتوما نوضر قد ولا ما نعرفش شنو هذا. دابا راه ولا الناس ولاو عقلانيين، ولاو كيفهموا هذه القضيه، ولاو كيتوقعوا كيتنبؤوا بالقرارات ديال لا بوليتيك ايكونوميك او لا بوليتيك مونيتير. الوغ لا غادي يكون عندنا واحد لا هوس ديال لا ماس مونيتير، هما راه كيتوقعوا بانه غادي يكون واحد لا هوس ديال لوغمونطاسيون ديال لي بري، ايتان غادي يكون عندهم واحد البير ديال البوفوار داشا، ومن غادي يكون عندهم واحد البوفوار داشا قبل ما دير داك القرار غادي يقول لك زيد لنا خويا في الصالير قبل ما تزيد في لا ماس مونيتير، ومن غادي نزيد لكم انا في الصالير اكورتيم يعني في ديك اللحظه ما غنبقاليش ديك الوقت فين نربح، من غادي تزاد في الصالير راه ما يكونش تزاد في الصالير راه ما يكونش لانفيستيسمون، ما يكونش البرودكسيون، ما غاديش يكون يعني فرص العمل ديال الشغل، اذا غادي يبقى الشوماج هو هذاك زايد. اذا هنايا راه لا موني اون اوتر اكورتي،
هادشي اللي قالوا لي مونيتاريست. وخصكم تعرفوا هاد القضيه. وصلنا للنهايه ديال هاد لا فيديو. سالينا مع لا دوموند لا موني ديال مدام اديوبا. ما تنساش تبارطاجي مع اصحابكم باش نوصلوا لاكبر عدد ديال الناس. وان شاء الله باش الا كان تشجيع طبيعه الحال هادشي راه علاش شجعتوني راه اكيد غادي ان شاء الله نساليو الفينوس في اقرب قبل ليكزام. يعني غادي ندوزو للبروف خلوقي وغادي نساليو ديك 12 صفحه غادي نساليوها ونشرحوها كذلك حتى هي بالديتاي ونهضروا عليها مزيان. ولكن خاصكم تشجعوا وتبارطاجيو مع اصحابكم باش نوصلوا اكبر عدد ديال الناس. يعني كل ما كان كتدخل واخا ما كيكونش عندك داك الهدف ديال انك تشوف، ولكن ملي كتشوف الناس راهم عجبهم الحال وكذا راه اوتوماتيك ممكن تشجع. ولكن الا شتي الناس ما قلال ما كاينش واحد ما كيتفاعلوش مع داك الفيديو راه كتقول حتى شي واحد ما مسوق. الو شكرا بزاف. نتلاقاو في الفيديو الجاي ليكونومي مونيتير ليكونومي فينونسيير. نتلاقاو في ليكونومي فينونسيير. بزاف شكرا بزاف وبون كوراج. نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو في اقرب وقت ان شاء الله. الو بسلامه بون كوراج. كنشكر كاع الناس اللي كيبارطاجيو وكيتفاعلوا وكيشجعونا سواء في انستغرام ولا في يوتيوب ولا فيسبوك. شكرا لكم بزاف. وانت راك شي مازال ما ابونيتي في لاشين يوتيوب ولا انستغرام دخلت ابونا وبارطاجي مع صحابك باش نوصل اكبر عدد ديال الناس. وشكرا. نتلاقاو في ليكونومي فينونسيير في الفيديوهات الجايه ان شاء الله. بون كوراج.